شائع في المجال الزراعي عندنا ان الواحد لو اتمسك بمخدرات هيخرج منها عادي، ولو اتمسك ببرشام قمح مش هيخرج منها. بشكل غير رسمي وبيتم اخفائها في المحل او خارج المحل، ولما بيجي حد مثلا لصاحب المحل او للبياع اللي شغال يقول له انا عايز برشام قمح، يا اما بيقول له ما فيش، يا اما بيقول له بعت لي مثلا حد كبير، بس الموضوع برضه عمره ما يكون تحت السيطره بشكل كامل. عدم ردود الأفعال الإيجابية من قبل الحكومة تجاه هذه المادة، إذا كان ناتجا من عدم توفير البديل فهذا يعني عذر أقبح من ذلك.